في استثمار الفرص والتسجيل. الآن انحلت هذه المشكلة وديجو استطاع أن يفك النحس ويسجل في أكثر من مباراة. أعتقد أن انحلت بالنسبة للمشكلة هذه. أعتقد أن الفريق ماشي بشكل صحيح خاصة في المبارتين اللي فاتوا. أعتقد اليوم ممكن نشاهد مباراة تليق بمستوى الفريقين. كابتن طلال، كل مرة أسأل بدر قبلك عن توقع للشو المباراة، فأسألك هالمرة توقعاتك. أنا بترك له 0-0 اللي هو يتوقعها اليوم، وأنا بقول 1-0 حق أحد الفريقين. 1-0 أحد الفريقين. الشوط الأول. 0-0. يعني عندي توقع نهائي حق المباراة بعدين بقول له. الشوط الأول 0-0. ما زال 0-0 كابتن بدر. أيضا مشاهدي الكرام، تابعنا في هذه الجولة العديد من الأهداف، وأيضا في المباراة الأخيرة المالكية تفوق على الرفاع بهدفين مقابل هدف. وشفنا 3 أهداف، ونتمنى أيضا نشاهد المزيد من الأهداف في لقاء القمة بين الأهلي والمالكية. ونترككم مشاهدينا الكرام الآن مع معلقنا المتميز دائما علي سعيد للتعليق على مجريات الشوط الأول من هذا اللقاء. إليك الكلمة زميلي علي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحياتي لكم هنا من قناة البحرين الرياضية في هذه المباراة المرتقبة التي تجمع ما بين المحرق والأهلي هنا في ختام القسم الأول من دوري فيفا البحرين في لقاء الذكريات، في لقاء الكلاسيكو المرتقب هنا في هذه الجولة، الجولة الختامية من القسم الأول. لقاء طبعا يحمل الكثير من الذكريات، الكثير من النتائج التاريخية، والكثير من المواقف التي كانت مثيرة ما بين الفريقين الأهلي والمحرق هنا في مسابقة الدوري. الظروف تختلف تماما لكلا الفريقين في مسابقة الدوري لغاية الآن من خلال تواجد الفريقين طبعا في التشكيلتين أو في الموقع اللي يقع من خلال المحرق، وأيضا اللي يقع من خلال النادي الأهلي هنا في مسابقة الدوري أعزائنا الكرام التي يدخلها الحكم الدولي علي السماهيجي حكم ساحة لهذا اللقاء. أعزائنا المشاهدين، الذي يطلق صافرة بداية هذه المباراة التي نتمناها أن تعيد الذكريات وتعيد أيضا اللقاءات السابقة ما بين الفريقين اللي جمعتهم طبعا في السنوات الماضية بعد غياب النادي الأهلي لثلاث مواسم طبعا قضاها في دوري المظاليم، دوري الدرجة الثانية، بينما المحرق يريد أن يعيد الذكريات، يريد أيضا أن يعيد الأمجاد التي كان قد سطرها من خلال هذا الكلاسيكو في هذه المباراة. النادي الأهلي أحبانا الكرام يدخل بشعار الأصفر دائما في الجهة اليمنى أحبانا الكرام، وبتشكيلة مكونة من السيد عباس الذي يدخل أساسيا في هذه المباراة، والذي جاء بالرضا التام للمدرب طبعا عدنان إبراهيم في هذا اللقاء، بينما يتواجد حسن أحمد، مجتبى عبد علي، مهدي علي، حسين عبد الجليل، ضياء سلمان، أوتشي في التشكيلة الأساسية لعدنان، بينما مهدي باقر وإبراهيم أحمد حبيب، دييغو وكلايتون في التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي في هذا اللقاء. في الطرف الآخر المحرق الذي يبحث عن انتصار يقربه كثيرا عن المتصدر الحد في هذه الجولة أحبائنا الكرام، يدخل السيد محمد جعفر، علي غالب، عبد الوهاب، علي عبد الله، عبدو علي جمال، حسين بابا، صالح عبد الحميد، وفي الدفاع ابراهيم المشخص، محمد سامين ايضا يتواجد، حمام الدخيل، واحمد عامر في التشكيله الاساسيه لنادي المحرق في هذه المباراه. الكل يترقب نتيجة هذا اللقاء، والكل يترقب ايضا الصفحات الماضية لكلا الفريقين في المسابقات الماضية اللي ظهر من خلالها. بداية شوط المباراة الأول أحبائنا الكرام، الظروف تختلف تماما منذ السنوات الماضية، وعندما نأتي لترتيب الفريقين نجد بأن المحرق يأتي في المرتبة الثالثة برصيد 13 نقطة، بينما الأهلي يمتلك 11 نقطة في المرتبة الخامسة
في هذه المباراة التي انطلقت أحبائنا الكرام. المحرم يدخل بأربع انتصارات وتعادل وثلاث خسائر ماضية 13 نقطة، وفي المرتبة الثالثة الأهلي فاز في ثلاث مباريات، تعادل في مبارتين، خسر في ثلاث، ولديه 11 نقطة وهو في المرتبة الخامسة، مركز لا يليق بالنادي الأهلي طبعا الذي يبحث عن نفسه بعد العودة مجددا في هذا الموسم إلى دوري الأضواء. كلايتون يمرر إلى دييغو اللي عمل شغل كبير في المباراتين الماضيتين. كلايتون يلعب لكرة، الخطورة حاضرة في المحاولة الماضية، تأتي إلى منتصف أرضية الملعب، الكرة تبعد إلى الأمام، غيابات حاضرة لكلا الفريقين، والأبرز هو إسماعيل عبد اللطيف الذي يغيب عن هذه المباراة، هداف المحرق الأبرز من خلال الجولات الماضية، وهو الذي يمتلك أيضا في رصيده السابق ثلاثة أهداف. لدينا محاولة في الجانب الأيمن، تتخلص المحاولة لازالت موجودة في الجانب الأيمن، الدخيل بحث عن كرة ولكن مقطوعة، التمرير يأتي في منتصف أرضية الملعب بالنسبة للنادي الأهلي، انطلاقة رائعة في المنتصف، إبراهيم أحمد حبيب يمتلك خطأ، والخطأ بصافرة علي السماهيجي، وقد نشاهد البطاقة الصفراء الأولى، بطاقة مبكرة فقط عند الدقيقة الرابعة من زمن شوط المباراة الأول، فعلا بطاقة مبكرة لحسين بابا عند الكرة الماضية في منتصف أرضية الملعب في الانطلاقة. هذا هو حسين اللي تحصل على البطاقة الصفراء الأولى تماما عند الدقيقة الرابعة من زمن شوط المباراة الأول. اللقطات الماضية عند الدقائق الأربعة الماضية توحي بأن الأمور ستكون حاضرة بشكل رائع في شوط المباراة الأول، هذا ما نتمناه. والرائع في هذه المباراة هو عودة جمهور النادي الأهلي، لو يعطينا فيها المخرج اللقاء الجماهير الحاضرة بالنسبة للنادي الأهلي في هذه المباراة، ولكن بعد هذا الخطأ الآن للنادي الأهلي، الكرة تتحول إلى الأمام من أوتشي، عادت مرة ثانية إلى الجانب الأيمن لمصلحة المحرق، الكرة عالية إلى الأمام تتهيأ بشكل خاطئ، المحرق يعتمد على تقدم إلى الأمام في المحاولة الماضية فقط في تواجد أيضا في خط المقدمة بالنسبة لنادي الأهلي يتواجد دييغو، تتحول إلى الأمام، المحاولة تعود مرة ثانية إلى منتصف أرضية الملعب، كلايتون لعب له كرة إلى المنتصف مرة ثانية إلى الأمام، تغيير جهة ملعب ولكن طالت الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية إلى منتصف أرضية الملعب. شاهد سالمين أساسيا في هذه المباراة، لاعب لها ثقل كبير طبعا في مثل هذه المباريات، محمد سالمين الآن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، لاعب له وزن كبير في مثل هذه المباريات، يلعب كأساسي من خلال بداية هذا اللقاء. الرمية الجانبية تتحول لمصلحة النادي الأهلي عند حسن أحمد، تمر الكرة إلى حسن مرة ثانية ولكن مقطوعة إلى الأمام، وصل رأسية أخرى من مجتبى عبد علي، يحاول كورتا إبراهيم المشخص، يحاول كرة عالية إلى المنتصف مرة ثانية، الأخطاء كثرت في الآونة الأخيرة من بداية شوط المباراة الأول، ولكن الهجوم قد جاء سريعا في بداية هذا اللقاء. المحاولة تتحول إلى الأمام سريعة، الكرة مرت إلى خطأ في المحاولة الماضية، فعلا الكرة فيها خطأ في المحاولة الماضية، عالية إلى الأمام، تتحول مرة ثانية إلى المنتصف، مرة ثانية إلى الجانب الأيمن، المحرق يعتمد على أحمد عابد في الأمام في الخط المقدمة، ولكن المساندة أيضا تأتي من الدخيل في الجانب الأيمن، وعبده في المنتصف اللي يستلم كرة الآن، عبده عامل له كرة ولكن مقطوعة، يلف على نفسه، مقطوعة إلى الجانب الأيمن بالنسبة للنادي الأهلي. المحاولة فيها إشارة لوجود خطأ على الدخيل، فعلا هو حمد عبد المنعم اللي يرتكب الخطأ في اللحظة الماضية، هذا هو جمهور المحرق، بالرغم من أن الجماهير قليلة حاضرة
ولكن لها صدى واضح تماما في التشجيع. هذا الجمهور الحاضر بالنسبة للمحرق اللي قد يزداد مع مرور وقت المباراة. أيضا جماهير أهلاوية حاضرة هناك في مدرجات الدرجة الثانية وهي حاضرة بكثافة أي بشكل أكبر من المباريات الماضية اللي كانت موجودة للنادي الأهلي اللي يمتلك لغاية الآن ومن خلال ترتيبه في مسابقة الدوري طبعا هو في المرتبة الخامسة ب 11 نقطة، ولكن فوز المالكية في هذه المباراة رفع رصيده إلى 13 نقطة متساويا مع المحرق والبسيتين ب 13 نقطة، المالكية ب 13 والمحرق والبسيتين أيضا ب 13 نقطة، وبالتالي الأهلي الآن ينزل إلى المرتبة السادسة. فعلا الأهلي الآن بعد مباراة المالكية ينزل إلى المرتبة السادسة لدينا محاولة إلى المنتصف الآن، المحاولة في الجانب الأيمن لمصلحة الشعار الأحمر والمحرق سالمين عامل كرة إلى الخلف تصل إلى حسين بابا، أصحاب خبرة يتواجدون بشكل أكبر بالنسبة لنادي المحرق، حسين بابا، إبراهيم المشخص، ومحمد سالمين، والسيد محمد جعفر في تشكيلة المحرق في هذا المساء. فعلا أعمدة كبيرة كانت متواجدة لهذا الرجل اللي يبحث عن الانتصار اللي يقرب جدا عن الصدارة اللي يتمسك بها الحد ب21 نقطة. هذا هو السيد عباس الشقيق الحارس الآخر السيد محمد جعفر، والأشقاء يتواجدون داخل أرضية الملعب الآن، السيد عباس والسيد محمد جعفر، الحراسة موجودة لهذا الرجل اللي يبحث عن التاريخ مع النادي الأهلي وهو اللي تحصل على مسابقة الدوري لآخر بطولة في مسابقة الدوري طبعا للنادي الأهلي كان في عام 2009-2010 يومها كان الرجل عدنان إبراهيم هو المدرب للنادي الأهلي، هو يعيد الأمجاد ربما من خلال هذه المباراة، بل هو يبحث عن ذلك عبر هذه المباراة. كرة تتحول إلى الأمام إلى الجانب الأيمن عالية بالنسبة للنادي الأهلي، لدينا 10 دقائق من بداية الشوط الأول من المباراة أحبائنا الكرام متابعينا في كل مكان، والأمور تسير إلى النتيجة السلبية بلا أهداف. كرة تتحول إلى الأمام، المحاولة حاضرة في الجانب الأيمن، الإشارة لهجوم صافرة وخطأ كما يشير فيها المساعد ياسر تلفت في اللقطة الماضية، فعلا ياسر تلفت المساعد الأول بينما نواف شاهين هو المساعد الثاني في هذه المباراة، وحكم اللقاء علي السماهيجي أشار إلى وجود خطأ، المحاولة للدخيل لسالمين مرة ثانية معادة إلى الخلف إلى العمق، المحاولة سريعة تتخلص إلى الأمام وتتحول بعد ذلك إلى رمية جانبية هي لمصلحة المحرق في بداية شوط اللقاء الأول من هذه المباراة، وفي ختام القسم الأول الكرة عالية تتحول إلى الأمام خطيرة تتخلص من نوتشي تعود إلى المنتصف مرة ثانية إلى عبد الوهاب بشكل خاطئ، هي مرتدة لكلايتون لاعب سريع لاعب مشاكس والإشارة لخطأ والسماهيجي قريب تماما لين المحاولة الماضية ويشير إلى وجود خطأ، كلايتون يحول كرة عالية إلى الأمام رأسية من الدخيل يبعدها تعود أهلاوية مرة ثانية ويتحصل من خلالها النادي الأهلي على رمية جانبية هي لمصلحة مهدي مرة ثانية دييغو محاولة خطيرة كرة هدف أول والسيد ينقذها تعود لكلايتون ومرت الكرة كرة حركت المدرج الأصفر كرة حركت المدرج لاحظ لاحظ يا سلام على التسديدة الماضية خلصها حارس المرمى السيد محمد جعفر كانت من كلايتون في المحاولة الماضية خطيرة المحاولة الأولى فقط عند الدقيقة 12 من بداية الشوط الأول من المباراة كرة تتحول إلى الأمام أوتشي مرة ثانية يستلم كورته فعلا لقطة حركت الجمهور الأصفر والمدرج الحاضر بشكل أكبر من المباريات الماضية في هذا اللقاء لقاء الكلاسيكو هذا هو إبراهيم أحمد حبيب اللي عرض الكرة العرضية الرائعة لكلايتون خلصها السيد محمد جعفر كانت أن تكون الهدف الأول لمصلحة النادي الأهلي كرة تتحول إلى الأمام عادت مرة أخرى من حسن أحمد إلى الجانب الأيسر المحاولة سريعة لدييغو دييغو خطير
ديجو يمرر ومحاولة وصلت لكلايتون لديجو مرة ثانية، ثنائي خطير تماما من المباريات الماضية. ديجو يعرض كرة خطيرة لمصلحة النادي الأهلي، تعود مرة ثانية الخطورة تظهر للأهلي هذه المرة، بينما الدخيل ينطلق بكورته يبحث له عن لمسة، المحاولة موجودة لسالمين يمرر وسالمين يلعب لكرة عالية خطيرة الآن للمحرق، والمحاولة موجودة، الفرصة حاضرة وكرة هدف أول. الهدف الأول للمحرق، الهدف الأول لمصلحة المحرق عند الدقيقة 13 من هذه المباراة. شوط سريع من كلا الفريقين، وبالتالي المحرق يسجل الهدف الأول عن طريق علي جمال. علي جمال هو اللي يسجل الهدف الأول من خطورة حاضرة من سالمين، هي من قدم سالمين، جاءت من قدم سالمين بشكل رائع. لاحظ الكرة، أعطى الفرصة فيها السماهيجي وعلي غالب سدد الكرة، سكنت الشباك، هدف أول، هدف أول لمصلحة المحرق، وعلي غالب يسجل هدف أول لمصلحة المحرق عند الدقيقة 13 من هذه المباراة. هدف للا شيء، مباراة سريعة منذ البداية وانطلاقة حاضرة من كل الفريقين. علي غالب يستطيع أن يسجل الهدف الأول عند الدقيقة 13. كرة تتحول الآن إلى منتصف أرضية الملعب، تتخلص معادة إلى السيد محمد، يخلص كرة عالية تعود إلى المنتصف مرة ثانية، محاولة هي للمحرق، تعود لدييغو، دييغو لكلايتون في الجانب الأيمن. فعلا شوط سريع من كلا الفريقين، وكلاهما يسترجع الذكريات الماضية من خلال السنوات الماضية. وهدف للا شيء، هذه النتيجة أيضا كانت حاضرة أيضا بشكل كبير منذ السنوات الماضية اللي جمعت ما بين الفريقين. نتحدث عن عام 2000 لغاية الآن، هذه النتيجة كانت حاضرة في مناسبتين للأهلي ومناسبتين للمحرق. هذا يعني بأن نتيجة هدف للا شيء كانت حاضرة في أربع مباريات ماضية جمعت ما بين الفريقين في السنوات الماضية، وبالتحديد منذ عام 2000 إلى غاية الآن، فقط منذ 15 عام ماضي جمع ما بين الفريقين. هناك 32 لقاء ماضي جمع ما بين الفريقين الانتصار والكفة، ترجح طبعا كفة المحرق ب 16 انتصار، بينما هناك 9 انتصارات للنادي الأهلي. والتعادل كان حاضر في 7 مناسبات ماضية منذ عام 2000 لغاية الآن. هذا هو جمهور المحرق، يتغنى بالانتصار، يتغنى بالتقدم، ويتغنى بهدف علي غالب عند دقيقة 13 من زمن هذه المباراة. المحرق هدف والأهلي لا شيء. كرة تتحول الآن إلى الدخيل، عامل لك كرة، محاولة خطيرة تتخلص وتمر إلى السيد عباس، يستلم الكرة عباس جعفر بشكل سليم في المحاولة الماضية لمصلحة المحرق. انقضاء الربع ساعة تماما من زمن هذه المباراة حبار الكرام، والمحرق يتقدم بهدف مقابل لا شيء. محاولة، مهدي يبحث له عن كرة، تتحول إلى المنتصف مرة ثانية إلى الجانب الأيسر، علي جمال ماخذ له مكان ويبحث له عن كرة إلى الأمام، يلا حمد في الجانب الأيمن، محاولة لازالت موجودة لمصلحة المحرق. طالت الكرة وعدت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى. عالية إلى الأمام في منتصف أرضية الملعب لصاحب الهدف الوحيد علي جمال، ماخذ له كرة، الكرة مقطوعة إلى الخلف، تعود مرة ثانية من صالح عبد الحميد إلى السيد محمد جعفر، يحول كرة عالية إلى الأمام، رأسية تتخلص مرة ثانية من عابد أحمد، عابد هياه بشكل سليم إلى عبد الوهاب علي، عبد الوهاب ماخذ له مكان في المنتصف إلى سالمين. سالمين طبعا هو اللاعب قبل الأخير اللي مرر الكرة
في الهدف الماضي، والأفضلية جاءت من علي السماهيجي بإعطاء الفرصة لمصلحة المحرق. كان قرار رائع من علي السماهيجي بإعطاء الفرصة للمحرق في الكرة الخطيرة الماضية بالرغم من الإعاقة الحاضرة، ولكن علي السماهيجي عطى الأفضلية لمصلحة المحرق بتسجيل هدف التقدم في الخطأ الماضي. خطأ الآن هو لمصلحة النادي الأهلي عند الدقيقة 18 من زمن هذه المباراة. كرة تتحول إلى الأمام، تخلصت إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية، هي لمصلحة النادي الأهلي. معادل الخلف، هدف كان سريع من جانب المحرق، قد يحرك المباراة وهو بلا شك سيحرك النادي الأهلي بشكل أكبر من خلال هذا اللقاء لتعويض الهدف اللي دخل مرمى. المحاولة في المنتصف مرة أخرى من ضياء سلمان، معارفة إلى حسن أحمد في الجانب الأيسر، محاولة سريعة لضياء، إبراهيم أحمد حبيب ينطلق بكورته والخطأ على إبراهيم، استلم كرة باليد فعلا بعد القرار الأخير من حكم اللقاء علي السماهيجي، والأفضلية للمحرك في الخطأ الماضي. لاحظ وقع إبراهيم أحمد حبيب ولمس الكرة بيدينه، وبالتالي الخطأ على إبراهيم بعد وقوعه على أرضية الملعب في المحاولة الماضية. الخطأ الآن للسيد محمد جعفر، يحاول كرة عالية تتخلص إلى علي جمال، علي جمال يهيئ كرة في المنتصف، أوتشيو بعدها إلى عبد الوهاب يستلم كرة، الكرة ما فيها شيء لسالمين، سالمين يبرر، والخطورة تظهر دائما عندما تأتي الكرة لسالمين. إبراهيم المشخص، المشخص يخلص كرة، عادت لكلايتون مرة ثانية في الجانب الأيمن إلى الأمام، كلايتون ما خذنا مكان، يفضل الأطراف تماما، كلايتون يبحث عن كرة، والمحاولة فيها خطورة إلى الخلف، دييغو المتراجع يفقد الكرة الماضية، تعود مرة ثانية والبحث عن التسديد المباشر ولكن مقطوعة. إلى المنتصف مرة ثانية تعود من ضياء سلمان، يلعب لكرة إلى حسين عبد الجليل، مرة ثانية لدييغو، هو الآخر يفقد الكرة إلى الأمام من المحاولة الماضية إلى الطرف الأيمن، ايضا عدت الى خارج ارضية الملعب الى رمية جانبية. المحرق بدأ مبارياته بانتصار اول عريض على المالكية باربعة اهداف للا شيء، وتعادل مع رفاع الشرقي بهدف لهدف، وخسر من الحد بهدف للا شيء، وفاز على الحالة بهدفين، وايضا خسر من الرفاع بهدف نظيف، وانتصار بعد ذلك على المسيتين بهدف، وخسارة من المنامة بهدفين للا شيء، وانتصار اخير على سترة بهدف مقابل لا شيء. تذبذب في الاداء، تذبذب في النتائج بالنسبه للمحرق، ويمتلك فقط 13 نقطة من الجولات الماضية من 4 انتصارات وتعادل و3 خسائر بالنسبة لنادي المحرق. محاولة الان تتحول 13 نقطة للمحرق و11 نقطة للاهلي، الأمور متقاربة جدا، ولكن المراكز الأهلي في الخامس والمحرق في المركز في المرتبة الثالثة. تتحول الآن إلى رمية جانبية، في الطرف الأيسر عند حسن أحمد، مرة أخرى إلى إبراهيم أحمد حبيب لحسن مرة ثانية، حسن ماخذ له مكان، كرة تتحول إلى الأمام، سالمين يهيئ كورته، ومرت الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية عند حمد الدخيل، يترك الكرة بعد ذلك لمصلحة المحرق عند علي غالب، يلعب له كرة خلفية لسالمين، سالمين ماخذ له مكان، يعيدها إلى الخلف مرة ثانية لعبدو، مقطوعة من أمام عبدو للنادي الأهلي، كرة تتحول إلى الأمام نتيجة هدف للا شيء كانت حاضرة في آخر لقاء جمع ما بين الفريقين طبعا في الموسم الماضي او في اخر مواسم اللي كان متواجد فيها النادي الاهلي، طبعا
كان قد خسر في اللقاء القسم الأول بهدفين إلى شيء، وبعد ذلك خسارة في مباراة القسم الثاني بهدف مقابل لا شيء. كرة تتحول الآن إلى عبدو، ماخذ له مكان، المحاولة موجودة والخطورة حاضرة في الطرف الأيسر، تتخلص ومقطوعة بعد ذلك إلى الجانب الأيمن بشكل سليم للنادي الأهلي. كلايتون ماخذ له مكان، يبحث له عن زميل ولكن يفقد الكرة الماضية، وتتحول بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية، إلى رمية جانبية لمصلحة المحرق. في الكرة الماضية لدينا 23 دقيقة مضت من زمن المباراة حبانا الكرام، والمحرق لا زال يتقدم بعلي جمال أو بهدف علي جمال عند الدقيقة 13 من زمن المباراة. المشخص الآن يحاول كرة، تعود للمشخص، الكرة مقطوعة إلى الأمام لكلايتون، يعيدها إلى المنتصف، المحاولة موجودة إلى النادي الأهلي في الطرف الأيسر الآن، ماخذ له مكان والمحاولة حاضرة في الطرف الأيسر، لازالت عند مهدي علي. مهدي يلعب له كرة لإبراهيم، بعد ذلك تدخل آخر وطويل، الكرة مرت إلى سيد محمد جعفر. سيد محمد جعفر يستلم كورته بشكل سليم في المحاولة الماضية. وصلت الآن إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. في المنتصف طبعا فيها رمية جانبية لمصلحة النادي الأهلي. محاولة طويلة إلى الأمام، تبعد وتتخلص إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. لا زال المحرق يتقدم بهدف مقابل لا شيء. تعود مرة ثانية إلى المنتصف، سريعة أوتشي يمرر كرة عالية إلى الأمام، كلايتون ماخذ له مكان، المحاولة موجودة لكلايتون، يستلم بكرة بشكل رائع، يلف على نفسه، ينتظر المساندة، المساندة خلفية تأتي من الجهة اليمنى، المعادة إلى الخلف. أوتشي يمرر إلى المنتصف مرة ثانية لمصلحة مهدي باقر. مهدي يمرر، أوتشي مرة أخرى يستلم بشكل سليم، معادة إلى الخلف، والنادي الأهلي يحاصر المحرك تماما في منتصف ملعبه. مهدي يستلم والمحاولة موجودة لمهدي ولكن مقطوعة، تتحول إلى الأمام إلى الخلف. علي جمال يمرر، صاحب الهدف الوحيد والكرة فيها انطلاقة، المحاولة لازالت موجودة، سريعة للدخيل، الدخيل خطير، يلعب كرة عرضية خطيرة الثانية، ضاعت على عبدو، ضاعت الكرة الثانية لعبدو في شوط المباراة الأول عند الدقيقة 26 من زمن المباراة. كرة خطيرة كاد فيها المحرق أن يتقدم للمرة الثانية، هذه المرة من الدخيل، العرضية جاءت والرأسية من علي جمال بشكل رائع، هي كرة ولكن عبدو أهدر الفرصة وأهدر الهدية الحاضرة من علي جمال. ويا جمال الكرة الماضية من علي جمال اللي أهدر الفرصة الماضية. حوار ما بين المشخص وعلي السماهيجي في اللقطة الماضية من الاعتراض الحاضر في الكرة الماضية، والمشخص بطاقة، بطاقة صفراء الآن لإبراهيم المشخص اللي بدا غاضبا على قرار علي السماهيجي من خلال المحاولة الماضية. هذا هو المشخص، فريقه متقدم بهدف لا شيء وهو زعلان وغاضب على القرار الأخير، بينما البطاقة الصفراء تظهر للمرة الثانية في هذه المباراة. حسين بابا تلقى بطاقة
وهذه المرة إبراهيم المشخص هو اللي تلقى البطاقة الصفراء الثانية في هذا اللقاء. كرة تتحول الآن، المحاولة موجودة، الدخيل يمر بشكل سليم، الدخيل خطير في الجانب الأيمن والسيد عباس يبعدها، تعود مرة ثانية لكلايتون، انطلاقة في الجانب الأيمن، المحاولة موجودة. هذا اللاعب تفتقد أو يفتقد المساندة تماما عندما يستلم الكرة في الطرف الأيمن. المحاولة لدييغو، ما قد لمكان دييغو، محاولة تتخلص إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. فعلا الكرة تتحول إلى رمية جانبية سريعة تلعب، ولا زال المحرق يتقدم بهدف للناشئ. هذه النتيجة اللي كانت حاضرة في أربع مناسبات منذ عام 2000 لغاية الآن. الأهلي كان له نصيبه، أو كان للأهلي نصيب مبارتين، والمحرق هو الآخر له نصيب متساوي مع النار الأهلي. المحاولة الآن إلى منتصف أرضية الملعب عند حسين عبد الجليل، يفقد الكرة الماضية، تتخلص مرة ثانية لمصلحة النادي الأهلي، مهدي باقر يبحث له عن كرة، تتخلص إلى السيد محمد جعفر، يحاول كرة، عادت مرة ثانية، تتخلص أهلاوية هذه المرة إلى منتصف أرضية الملعب من مهدي باقر إلى أوتشي. أوتشي يمر الكرة عالية لدييغو الوحيد، دييغو هذه المرة ينتظر من خلالها المساندة والإشارة لوجود رمية جانبية للنادي الأهلي. سريعة تتحول إلى المنتصف، تقدم آخر وصافرة لمصلحة مهدي. فعلا الخطأ لمصلحة مهدي في المحاولة الماضية. كرة تتحول الآن، الخطأ لمصلحة النادي الأهلي في الطرف الأيسر عند أوتشي، دائما ما يتقدم للكرات الثابتة أوتشي، الكرات الثابتة القريبة من المرمى. وأوتشي يستلم كورته الآن بخطأ، وأنظار تتجه لمحاولة قادمة لمصلحة النادي الأهلي عند دقيقة 30 تماما في النصف ساعة الأولى من زمن المباراة. أوتشي يحاول كرة، تتخلص إلى السيد محمد جعفر بشكل سليم. تماما نصف ساعة حبانا الكرام متابعينا في كل مكان عبر عدسات البحرينية الرياضية، المحرق يتقدم بهدف علي جمال عند دقيقة 13 من هذا اللقاء مقابل لا شيء لمصلحة النادي الأهلي. كرة تتحول الآن إلى رمية جانبية عالية إلى المنتصف، المحرق لا زال يتقدم بهدف لا شيء، وهي النتيجة الأخيرة أيضا اللي جمعت ما بين الفريقين. يومها فاز المحرق على النادي الأهلي في مسابقة كأس جلالة الملك، يومها تمكن المحرق من الفوز وإقصاء النادي الأهلي في تلك المسابقة، مسابقة كأس جلالة الملك في الموسم الماضي، بهدف مقابل لا شيء. بينما في على مستوى الدوري وفي الموسم الماضي كان المحرق قد انتصر على الأهلي بهدفين للا شيء في مباراة القسم الثاني، وقبل ذلك تعادل بهدف لهدف في مباراة القسم الأول. والمحاولة الآن خطيرة للمحرق، كرة هدف ثاني ضاعت بشكل غريب على المحرق، بشكل غريب لمصلحة أحمد عابد، فعلا من فوق حارس المرمى عملها الصح ولكن بتركيز قليل جدا، والمحاولة ضاعت عند دقيقة 32. وفرص المحرق هي الأخطر في شوط المباراة الأول، فرص المحرق هي الأخطر في شوط المباراة الأول. فرصة جاءت منها هدف أول، وبعد ذلك عبدو أهجر فرصة ثمينة، وبعد ذلك الآن فرصة خطيرة لمصلحة أحمد عابد، أهدر من خلالها فرصة التقدم للمرة الثانية لمصلحة المحرق اللي لازال يتقدم بهدف للا شيء في هذه المباراة. كرة تتحول الآن، المحاولة في الجانب الأيمن، عابد يحاول كرة،
تعود مرة ثانية. محاولة لازالت خطيرة تتخلص وتمر بعد ذلك إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية لمصلحة أحمد المحرك. يبدو أفضل من ناحية الوصول إلى المرمى والحصول على الفرص الثمينة الحاضرة في شوط المباراة الأول. كرة فيها ركلة ركنية الآن. ركنية تتحول إلى الأمام تتخلص مرة ثانية في المنتصف. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب بينما دييغو يعول عليه كثيرا والجماهير الأهلاوية تنتظر الكثير من هذا اللاعب دييغو خصوصا في هذه المباراة. لاحظوا اللقطة اللي كان متواجد فيها دييغو وأصيب ولكن الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. رمية جانبية لمصلحة النادي الأهلي. الدخيل يعود إلى أرضية الملعب ودييغو يعاني من إصابة. إبراهيم أحمد حبيب يمرر إلى أوتشي. أوتشي كرة تتحول إلى المنتصف سريعة إلى الأمام تتخلص مرة ثانية. إلى خارج أرضية الملعب رمية جانبية. تتحول للمحرك هذه المرة حسين بابا. يحول كرة مرة ثانية. المشخص يحول كرة عالية إلى الأمام بعيدة تماما من الزملاء في الكرة الماضية. تحولت إلى ركلة مرمى الآن. عالية مرة أخرى تعود صافرة وخطأ هذه المرة للدخيل اللي عمل شغل كبير الدقائق الماضية من زمن شوط المباراة الأول ولديه فرصة في الجانب الأيمن. طبعا الصدارة تأتي للحد ب 21 نقطة. الرفاع الشرقي ب 14 المحرك ب 13 المالكية بالانتصار في هذا المساء يمتلك 13 نقطة. لبسيتين هو الآخر. الأهلي ب 11 نقطة. سترة ب 11. الرفاع ب 10 نقاط. المنامة بتسع وبعد ذلك الحالة بسبع نقاط. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية تتحول من دييغو. يمر بمحاولة بينما دييغو وقع على أرضية الملعب والسماهيجي يشير إلى رمية جانبية. دييغو يعاني من إصابة ماضية من خلال اللقطة الماضية. تماما الآن عدى دقيقة 36 من زمن هذه المباراة والمحرك لا زال يتقدم بهدف علي جمال منذ الدقيقة 13 لغاية الآن. كرة تتحول رمية جانبية محاولة أهلاوية في الطرف الأيسر. بالمناسبة نتيجة 1-0 أو آخر نتيجة ظهرت بهذا الرقم في مسابقة الدوري كانت لمصلحة النادي الأهلي. فعلا كانت لمصلحة النادي الأهلي على مستوى مسابقة الدوري
يومها فاز الأهلي على المحرق بهدف مقابل لا شيء في مباراة القسم الأول. فعلا في مباراة القسم الأول انتصر أو في مباراة القسم الثاني انتصر الأهلي بهدف لا شيء، والآن لدينا فرصة تتحول يومها قد انتصر المحرق أيضا قبل ذلك بستة أهداف لهدفين في أكبر نتائج اللي ظهرت لكلا الفريقين في السنوات الماضية. سالمين يبحث عن كرة، سالمين خطير، سالمين ينطلق، المحاولة موجودة، كرة هدف ثاني خطيرة، والثاني الثاني للمحرق، هذه المرة عابد، هذه المرة عابد، ويسجل من خلالها الهدف الثاني. دائما يظهر سالمين، دائما ما يظهر سالمين من أمام الأهداف ويسجل المحرق هدف ثاني. أحمد عابد يضع المحرق للمرة الثانية بهدفين مقابل لا شيء، بهدفين مقابل لا شيء، هذه المرة عابد. لكن لاحظ كرة سالمين منذ البداية، لاحظ، يا سلام، كرة فيها تاريخ، كرة فيها تاريخ، ولمسة فيها تاريخ من سالمين، يضع الكرة عابد ويسكن من خلالها في الشباك. أنا ما راح أتحدث عن كرة عابد، راح أتحدث عن لمسة سالمين، وراح أتحدث عن انطلاقة سالمين في منتصف أرضية الملعب. فعلا تمريرة فيها تاريخ كبير، تحكي تاريخ هذا اللاعب مع نادي المحرق. كرة تتحول الآن إلى المنتصف، معادة مرة ثانية في الجانب الأيسر، تتخلص المحاولة أهلاوية، ولكن الإشارة لوجود استمرارية في اللعب من خلال المحاولة الماضية اللي مرت إلى خارج أرضية الملعب. هدفين للا شيء، ومن أمام الهدفين محمد سالمين، ومن أمام الهدفين محمد سالمين في هذا اللقاء. كرة تتحول الآن إلى الجانب الأيسر، أهلاوية، هدفين للا شيء، المحاولة موجودة، إبراهيم أحمد حبيب يحاول المرور إلى أوتشي، يلعب لكرة لازالت موجودة، تتخلص إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. بالمناسبة هدفين للا شيء كان النصيب الأكبر لمصلحة المحرق، خطيرة، غلطة الشاطر المشخص، غلطة الشاطر المشخص تعيد الأهلي للمباراة، غلطة المشخص تعيد الأهلي إلى أجواء المباراة، هدفين لهدف واحد، وكرة المشخص الماضية تسكن الشباك، يقلص من خلالها النادي الأهلي هدف أول عند الدقيقة 40 وقبل الذهاب إلى غرف التمرين. لاحظ كرة المشخص، كرة مهاجم يا مشخص، كرة مهاجم يا إبراهيم، وضع الكرة في الشباك، صعبة على السيد محمد، ولكن اللمسة الأخيرة كانت من مهدي اللي وضع الكرة هو المشخص، ولكن العرضية جاءت من مهدي، يقلص من خلالها النتيجة. ثلاثة أهداف في شوط، وكلايتون ينطلق، والمحاولة خطيرة تتخلص وتعود، والأهلي قادر إلى العودة للمباراة الآن. فعلا هدفين لهدف واحد، الأمور باتت قريبة. كنا نتحدث عن نتيجة هدفين للا شيء اللي كان فيها المحرق النصيب الأكبر بهدفين مقابل لا شيء، طبعا بمناسبتين، وكانت هناك مناسبة وحيدة للنادي الأهلي، بينما تظهر الآن نتيجة هدفين لهدف واحد، وهي أكثر النتائج تكرارا لكلا الفريقين في السنوات الماضية، على اعتبار أن هذه النتيجة حضرت في خمس مناسبات هدفين لهدف واحد. المناسبة اللي كانت حاضرة طبعا بالنسبة للمحرق في ثلاث مباريات ماضية، بينما الأهلي استطاع أن ينتصر على المحرق بهدفين مقابل هدف واحد في مناسبتين، وهي أكثر النتائج تكرارا في تاريخ لقاءات الفريقين تماما منذ عام 2000 لغاية الآن. 32 لقاء ماضي، التعادلات كانت حاضرة في سبع مناسبات، فعلا التعادلات قليلة ما بين الفريقين في السنوات الماضية. الآن لدينا رمية جانبية لمصلحة المحرق، برافو من سالمين،
يعيدها. على هوا سالمين. بينما الكرة فيها رمية جانبية الآن. توتر كبير في نهاية الشوط الأول من المباراة بين لعيبة الفريقين. وشاهد في اللقطات الماضية لدينا 43 دقيقة والأهلي يعود ويقلص الفارق الآن قبل الذهاب إلى غرف التبديل برأسية المشخص اللي باغتت حارس المرمى سيد محمد جعفر. أهلاوية هذه المرة. محاولة الكرة منطوعة إلى إبراهيم أحمد حبيب. يمر الكرة تعود مرة ثانية إلى الخلف سريعة إلى الأمام. الكرة تتخلص سالمين يمرر وتعود مرة ثانية لعبد الله عبدو المتراجع للخلف. عبدو يمر الكرة عدت خط التماس فعلا. رمية جانبية. معاناة مرة ثانية. حكم اللقاء يعطي الأفضلية لدييغو. يستلم كورته خاطئة كثافة عددية في منتصف أرضية الملعب في اللقطات الماضية. حسين بابا يبعد كرة على اعتبار أن أحد اللاعبين واقع على أرضية الملعب بالنسبة لناري المحرق. فعلا سلامات على ما يبدو هو حمد الدخيل اللي وقع على أرضية الملعب. حمد عبد المنعم الدخيل فعلا هو اللي وقع على أرضية الملعب. لدينا 44 دقيقة النتيجة تسير لمصلحة ناري المحرق بهدفين لهدف واحد. تقدم لعلي جمال وبعد ذلك هدف ثاني. جماهير تنتظر نتيجة هذا اللقاء. هذا هو جمهور المحرق بالرغم من حضوره بشكل كبير ولكن ليست هي الأعداد الحاضرة في السنوات الماضية اللي تظهر خصوصا عندما تكون مباراة الكلاسيكو حاضرة ما بين الفريقين. في الجانب الآخر أيضا النادي الأهلي اللي يظهر بشكل أكبر من السنوات الماضية. هذا هو الجمهور الأهلاوي الحاضر في اللقطة الماضية. لدينا رمية جانبية تعاد. محاولة دقيقتين كوقت بدل ضائع مقدر من حكم المباراة. كرة تتحول. محاولة تتخلص إلى رمية جانبية. تغيير فعلا. الدخيل يغادر بداعي الإصابة. إشارة لوجود رمية جانبية فعلا في اللقطة الماضية. حمد خالد هو اللي نزل إلى أرضية الملعب في التغيير الآخر أو هو الأول للي محرق في هذه المباراة. كرة تمر الآن. رمية جانبية. محاولة والخطأ لمصلحة الناري الأهلي. كرة تتحول إلى دييغو يحاول لعب الكرة لابن جاسم ولكن الكرة مقطوعة. تعود مرة ثانية. الخطورة حاضرة والمحاولة موجودة تتخلص إلى خارج أرضية الملعب. إلى رمية جانبية. إلى رمية جانبية. فعلا إلى رمية جانبية في المحاولة الماضية. تتخلص الآن إلى إبراهيم أحمد حبيب يبحث له عن كرة. المحاولة قبل الذهاب إلى نهاية شوط المباراة الأول. لمسة تتهيأ لدييغو. دييغو خطير والتعادل. ضاعت على الأهلي ولكن الكرة فيها راية. الكرة فيها راية وتسلل. فعلا الكرة فيها راية وتسلل في اللقطة الماضية. ركلة حرة غير مباشرة
ودقيقتين كوقت من الضار. لاحظ اللقطة، إبراهيم لعب له كرة عالية، التهيئة تأتي بشكل سليم، دييغو مرر ولكن الكرة فيها راية وتسلل، كرة فيها راية وتسلل في اللقطة الماضية، راية وتسلل عالية إلى الأمام تتخلص. وكهداف. وننتقل الآن مشاهدي الكرام إلى معلقنا المتميز علي سعيد للتعليق على مجريات الشوط الثاني. إليك الكلمة زميل علي. عودة بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم لمجريات الشوط الثاني من لقاء المحرق والناري الأهلي هنا في ختام مباريات القسم الأول من دوري فيفا البحرين في لقاء الكلاسيكو المرتقب والذي انتهى شوطه الأول بتقدم المحرق بهدفين لهدف واحد. جاءت الأهداف عن طريق علي جمال عند الدقيقة 13 وبعد ذلك أحمد عابد عند الدقيقة 39 من زمن شوط المباراة الأول. المشخص أعاد النادي الأهلي بخطأ في مرمى طبعا برأسية سكنت الشباك في الدقيقة 40 من زمن شوط المباراة الأول، وبالتالي استطاع الأهلي أن يعود إلى المباراة اللي يتقدم من خلالها المحرق الآن بهدفين مقابل هدف واحد. بداية شوط المباراة الثاني اللي نتمنى أن يظهر بشكل أفضل بالرغم من الأداء الكبير اللي ظهر من خلالها الفريقين في 45 دقيقة الماضية من زمن شوط المباراة الأول. الكرة الآن لمصلحة المحرق، ظهر محمد سالمين بشكل كبير في شوط المباراة الأول بتواجده خلف الهدفين اللي حضر من خلاله في هذه المباراة. الكرة مرت إلى الأمام تتحول لمصلحة أوتشي، يمرر كرة دييغو، يستلم كرة دييغو بشكل سليم والمحاولة لا زالت موجودة عند دييغو، يبحث له عن تقدم، يفقد الكرة الماضية للمحرق مرتدة المرة للعابد، يبحث له عن كرة خطيرة، عابد يبحث له عن محاولة، ينتظر مساندة تأتي لسالمين ولكن مقطوعة من أمام محمد سالمين، مرتدة للأهلي إلى الجانب الأيسر، محاولة تتحول مرة أخرى بشكل سليم ولكن مضايقة بشكل أفضل من المحاولة الماضية التي تتخلص إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية لمصلحة النادي الأهلي، تتحول إلى الأمام تتخلص أيضا إلى رمية جانبية لمصلحة نادي المحرق. فعلا الخطأ لمصلحة أو الرمية الجانبية لمصلحة المحرق في المحاولة الماضية الآن في المنتصف مرة ثانية، إشارة لوجود صافرة وخطأ في الكرة الماضية لمصلحة عبد الوهاب علي. هذا هو عبد الوهاب اللي وقع على أرضية الملعب وتحصل على خطأ عند 3 دقائق الأولى من زمن شوط المباراة الأول، والأمور تسير لمصلحة المحرق بهدفين لهدف. سالمين يفقد الكرة لعبد الوهاب، يعيدها لحسين بابا صاحب الهدف او صاحب هدف الانتصار على سترة في الجولة الماضية. المحرق قادم من انتصار في الجولة الماضية بهدف مقابل لا شيء، والاهلي قادم من انتصار على الرفاع بهدفين مقابل هدف. كرة تتحول الان الى ابراهيم احمد حبيب، يفقد الكرة تعود لمجتبى أوتشي، يحاول كرة عالية كلايتون، هي كرة لنفسه، المشخص يبعدها إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية، إلى رمية جانبية لمصلحة النادي الأهلي. هناك في الطرف الأيسر كلايتون ماخذ له مكان والمحاولة خطيرة لكلايتون، يلعب له كرة عرضية لطرادة، خطيرة الكرة في الجانب الأيمن ومن أمام 4 من المدافعين بشكل صعب جدا في اللقطة الماضية من مهدي طرادة. تصل الآن إلى المحرق سريعة علي جمال بانطلاقة، محاولة موجودة، تقدم أوتشي
حكم اللقاء يعطي الأفضلية للأهلي. دييغو يقطع كرة. حسين بابا يصلح الخطأ الماضي. وتصل سريعة لكلايتون. سريعة اللاعب كلايتون في الجانب الأيسر. وحسين بابا قاطع الكرة بشكل سليم. في الطرف الأيسر. محاولة موجودة. وبعد ذلك الإشارة لوجود صافرة وخطأ لمصلحة المحرك في الجهة اليمنى. هذا هو تاج. ليتقدم الآن بهدفين لهدف واحد. بينما الكرة فيها خطأ لحسين بابا. تماما عند الدقيقة 50. بينما عدان يقرأ الدقائق الماضية بإعطاء تعليمات حاضرة في بداية الشوط الثاني. ربما للعودة بل بالتأكيد لمحاولة العودة إلى أجواء هذه المباراة بهدف التعديل. بينما لدينا محاولة الآن تصل في الجانب الأيمن لكن تتحول إلى عبد الوهاب علي. يمر الكرة سريعة عبدو لعلي جمال يفقد الكرة ولكن يكسب على رمية جانبية في المحاولة الماضية عند صالح عبد الحميد. يحول كرة عالية تتخلص. تعاون مرة أخرى لحسين بابا. بعد ذلك لسالمين. يمر الكرة بشكل سليم في الجانب الأيمن عند علي غالب. علي يلعب له كرة سريعة الآن خطيرة للمحرك والمحاولة موجودة ولكن مقطوعة في الكرة الماضية لتصل سريعة في منتصف أرضية الملعب. بالنسبة للنادي الأهلي ينطلق بمحاولة إبراهيم أحمد أوتشي. ومر الكرة أوتشي يلعب كرة سريعة عالية لحسين بابا يهديها لنفسه بشكل سليم إلى السيد محمد جعفر. يلعب كرة طويلة إلى الأمام وتتخلص إلى الجانب الأيمن وإلى رمية جانبية. رمية جانبية للأهلي. ضياء. ضياء سلمان يحول كرة سريعة تتخلص إلى دييغو. كرة موجودة في المنتصف الآن. دييغو مرة أخرى تتخلص والخطأ لمصلحة دييغو. بالمناسبة لاعب للمحرك هذا اللاعب دييغو. بعد أن كان أيضا في صفوف النادي الأهلي انتقل لموسم مع المحرك وعاد مجددا في هذا الموسم لتمثيل النادي الأهلي بعد أن كان أيضا موجودا في الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية في صفوف النادي الأهلي ويعول عليه كثيرا في هذه المباراة. بينما لدينا خطأ والخطأ لمصلحة النادي الأهلي عند إبراهيم أحمد حبيب. وأنظار تتجه لمحاولة حاضرة بكرة ثابتة قادمة للأهلي الآن والمحاولة عالية خطيرة داخل منطقة الجزاء تصل مرة ثانية لسالمين يبعدها. فعلا دفع واضح في المحاولة الماضية فيها صافرة وخطأ. فعلا الخطأ على حسين عبد الجليل في منتصف أرضية الملعب وهو يعاني أيضا من إصابة وقع على أرضية الملعب. 4 انتصارات للمحرك في الجولات الماضية وتعادل وحيد وثلاث خسائر. فعلا 3 خسائر للمحرك في المباريات الماضية. خسر من أمام الحد وخسر من أمام الرفاع وخسارة أيضا من أمام نادي المنامة. بينما خسائر النادي الأهلي كانت حاضرة في 3 مناسبات أيضا كانت موجودة من أمام سترة في الجولة الثانية وأيضا خسارة من أمام لبسيتين بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثالثة وبعد ذلك خسارة من أمام الحد بهدفين لهدف واحد في هذه الجولة وهي الجولة 5. بينما هنا جماهير المحرق تتغنى بالتقدم وتتغنى أيضا بالهدفين الحاضرين لمصلحة المحرق في هذه المباراة. بينما على ما يبدو راح يغادر أرضية الملعب بداعي الإصابة مهدي. فعلا هو مهدي. مهدي طرادة اللي كان وقع على أرضية الملعب. كرة تتحول إلى الأمام. حكم اللقاء يعيد الكرة في المكان المناسب في المحاولة الماضية. لا والله هو حسين عبد الجليل اللي أصيب
وسيعود مع زملائه في الوقت المتبقي من زمن شوط المباراة الثاني. هذا هو طرد الموجود داخل أرضية الملعب. بينما حسين عبد الجليل هو اللي راح يعود. حسين بابا يحاول كرة عالية إلى الأمام، تتخلص كرة داخل منطقة الجزاء موجودة، وتعود مرة ثانية تتخلص إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى لمصلحة النادي الأهلي. لدينا 55 دقيقة مضت من زمن شوط المباراة الثانية، وعدنان إبراهيم يعطي تعليماته، يتابع، قد يجري تغيير لتغيير أمور هذا الشوط. كرة تتحول الآن لكلايتون، يبحث له عن كرة تتخلص ويكسب على ركلة مرمى محمد سالمين. فعلا هذا هو سالمين، كان من وراء الهدفين الماضيين. لاحظ اللقطة اللي تخلصت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى عند السيد محمد جعفر. 55 دقيقة تماما مضت الآن، والمحرق يتقدم بهدفين لهدف واحد. الكرة عند السيد محمد جعفر الآن في ركلة المرمى، كرة تتحول إلى الأمام، عادت إلى الجهة اليمنى، محاولة في الطرف الأيمن، مرة أخرى إبراهيم أحمد حبيب إلى صافرة وخطأ، تلعب سريعة في منتصف المحاولة، موجودة الآن للنادي الأهلي، تقدم آخر، وحكم اللقاء يعطي الأفضلية للأهلي، ولكن هي مرتدة للمحرج. عابد يبحث له عن كرة، ولكن مضايقة تأتي بشكل سليم من اللقطة الماضية من قلم مهدي باقر، يمر كرة في المنتصف، بعد ذلك إلى حسين عبد الجليل يلعب كرة خلفية لأوتشي، أوتشي يمرر مشتبه، بعد ذلك طرادة، مهدي يفقد الكرة ولكن يكسب على رمية جانبية في المحاولة الماضية، رمية جانبية، إبراهيم أحمد حبيب يعيدها لأوتشي، مرة أخرى في المنتصف مهدي باقر، مهدي يحول كرة فيها تقدم، المحاولة لازالت موجودة الآن، والخطورة حاضرة لدييغو داخل منطقة الجزاء لكلايتون، مرة ثانية يعيدها للخلف وتبعد من سالمين، سريعة للأمام، عابد ماخذ له مكان، يفتقد إلى المساندة، بينما أيضا أحد لاعبين محرق وقع على أرضية الملعب هناك عند راية الركنية في هذه الآونة. طبعا هنا في هذه المباراة، هي المباراة الأخيرة في هذه الجولة، وفي المباراة الأخيرة في مباريات القسم الأول من دوري فيفا البحرين. طبعا مباريات هذه الجولة بدأت بانتصار الحد على لبسيتين بثلاثة أهداف لهدف واحد، وانتصار أيضا بشق الأنفس بالنسبة للرفاع الشرقي على حساب الحالة بثلاثة أهداف لهدفين، والمنامة استطاع من اجتياز السترة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بينما المالكية قبل هذه المباراة استطاع من الفوز على الرفاع بهدفين مقابل هدف واحد في انتصار مثير جمع ما بين الفريقين، بينما المحرق لازال يتقدم بهدفين لهدف واحد. طبعا في هذه الجولة كل الفرق سجلت باستثناء سترة، هذا هو جمهور النادي الأهلي العائد مجددا إلى طبعا المدرجات، الجماهير الأهلاوية أيضا فريقها ينتظر الكثير، وهي عائدة بشكل أكبر من خلال هذه المباراة وفي الجولة الأخيرة. السيد عباس يمرر لأوتشي، يحول كرة بعد ذلك من مشتبه، تصل مرة ثانية في منتصف أرضية الملعب، حسين عبد الجليل يحاول كورتا، مهدي إلى الأمام، حسين بابا يبعدها عالية، تتخلص بعد ذلك إلى رمية جانبية، فعلا إلى رمية جانبية لمصلحة النادي الأهلي، عند أوتشي يمر الكرة، تتخلص إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. الأهلي كما ذكرت هو قادم من انتصار على الرفاع بهدفين هدف، والمحرق هو الآخر قادم من انتصار في الجولة الماضية بهدف مقابل لا شيء على سترة، بينما الحد كان قد انتصر على الشرقي بهدف لا شيء،
والمالكية تعادل مع الحالة بلا أهداف، بينما المنامة استطاع أن يفوز على الإبسيتين بهدفين مقابل لا شيء. كرة تتحول الآن، دييغو يفقد الكرة، علي جمال صاحب الهدف الأول للمحرق يمر كرة رائعة لمصلحة عبدو، يسدد الكرة ضعيفة في يد حارس المرمى السيد عباس جعفر، يستلم كرة بشكل سليم على خطى شقيقة، على خطى شقيقة، لاحظ كرة عبدو فضل التسديد من خلالها، ولكن إلى السيد عباس يستلم كرة بشكل سليم. محاولة الآن سالمين يمرر ولكن بشكل خاطئ في المحاولة الماضية اللي تصل لدييغو بعد ذلك لمسة تتخلص إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة المحرق اللي أجرى تغيير اضطراري طبعا في مجريات شوط المباراة الأول بعد إصابة حمد الدخيل في شوط المباراة الأول. كرة تتحول الآن في الجانب الأيسر، عرضية تصل للمحرق الآن، علي جمال، جمال يمرر ولكن مقطوع، تتخلص في الجهة اليمنى لمصلحة النادي الأهلي. مجتمع ماخذنا بكار في الجانب الأيمن، مجتمع يعرض كرة داخل منطقة الجزاء، تتخلص رأسية إلى السيد محمد جعفر، إلى السيد محمد جعفر يستلم الكرة بشكل سليم في المحاولة الماضية. طبعا صدارة الهدافين للرمايحي اللي شق طريقة بشكل رائع في الجولات الماضية يمتلك 7 أهداف، بينما أحمد سعد يمتلك 4 أهداف خلف الرمايحي، أوتشيبي 4، عيسى البر ب5 أهداف أيضا لغاية الآن، بينما دييغو البرازيلي الغائب عن التهديف في هذه المباراة يمتلك 4 أهداف. محاولة الآن سريعة، المحاولة في الجانب الأيمن، عابد يبحث له عن كرة، غالب ينتظر التمرير، بينما المحاولة لجمال في الكرة الماضية تتخلص إلى مصلحة المحرق، يلعب له كرة لسالمين ولكن مقطوعة من أمام سالمين. محاولة سريعة، الكرة تتخلص من صالح عبد الحميد، كرة مقطوعة فيها صافرة وخطأ، فعلا الكرة فيها صافرة وخطأ في المحاولة الماضية، تغيير لمصلحة النادي الأهلي، إبراهيم أحمد حبيب يغادر، بينما هاني البدراني راح ينزل إلى أرضية الملعب، فعلا هاني البدراني ينزل إلى أرضية الملعب في الشوط الثاني من المباراة، إبراهيم أحمد حبيب يغادر أرضية الملعب بأمر من عدنان إبراهيم. لدينا محاولة، سالمين يمرر، محاولة موجودة في الجانب الأيمن، العرضية الخطيرة ولكن إلى السيد عباس، يستلم كورته بشكل سليم في المحاولة الماضية. هذا هو السيد عباس يحول كورته، إلى منتصف أرضية الملعب، في الجانب الأيسر، 63 دقيقة مضت الآن من زمن الشوط الثاني من المباراة، ولا زال المحرق يتقدم بهدفين لهدف واحد. كرة تتحول لدييغو في المنتصف، هاني البدراني للتو نازل إلى أرضية الملعب، أنشط لاعبي النادي الأهلي الآن يجب أن يكون حاضر في اللقطات القادمة، البدراني يمرر لدييغو، خطيرة كرة التعديل، حاضرة، أوه مرت، دييغو كان يطلب الكرة الماضية في المحاولة الخطيرة لمصلحة النادي الأهلي. كرة تتحول الآن للنادي الأهلي، البدراني يمرر كرة ودييغو يمرر، ركلته خطيرة، التعادل، السيد محمد ينقذها وتتحول إلى ركلة ركنية، كلايتون يهدر فرصة التعديل، كلايتون لاحظ التمرير الرائع من دييغو لكلايتون، تتخلص من السيد محمد جعفر إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية، فعلا تحرك رائع
من هاني البدراني بعد التبديل الماضي. كورتين كانت خطيرة جاءت من هاني البدراني بتغيير مثالي لعدنان إبراهيم في الشوط الثاني من المباراة. بينما على ما يبدو حسين بابا هو اللي وقع على أرضية الملعب. في الإصابة الماضية بينما لدينا ركنية الآن لمصلحة النادي الأهلي. هذا هو السير محمد جعفر اللي أنقذ مرمى بهدف محقق في اللقطة الماضية من أمام كلايتون. كرة تتخلص في الجانب الأيمن سريعة صالح عبد الحميد. إشارة لوجود صافرة وخطأ في المحاولة الماضية. فعلا فيها صافرة وخطأ الآن. عند السيد محمد جعفر يحاول كرة عالية إلى الأمام. لمسة لسالمين تتحول في الجهة اليمنى. محاولة عالية وصلت لمجتبى في الطرف الأيمن. نتحرك في طريقة لإجراء تغيير. أشاهد مهدي عبد اللطيف يستعد للدخول. قد نشاهد تغيير على حساب المنتصف في الوقت المتبقي من زمن شوط المباراة الثاني. فعلا مهدي عبد اللطيف هو اللي راح ينزل إلى أرضية الملعب في الشوط الثاني من المباراة. بينما أحمد أو هو علي فعلا علي غالب هو اللي راح يغادر ايضا بداعي الإصابة. تغيير اضطراري ثاني للمحرق في الشوط الثاني من المباراة. وشاهد علي غالب طبعا يعاني من إصابة وقبل ذلك حمل الدخيل غادر بداعي الإصابة. هذه المرة مهدي عبد اللطيف هو البديل في الشوط الثاني من المباراة. فعلا مهدي هو اللي ينزل إلى أرضية الملعب في الشوط الثاني من المباراة. رمي جانبية دييغو يفقد الكرة وتتحول كورته إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي جانبية عند صالح عبد الحميد. معادة إلى حسين بابا. المشخص يعيدها. سيد محمد جعفر عالية مرة أخرى تدخل آخر وصافرة وخطأ. صافرة وخطأ للمحرق. فعلا خطأ لمصلحة المحرق في المحاولة الماضية. محرق أجرى تغييرين. فعلا أجرى تغييرين على مدار شوطي المباراة والتغييرين كانوا اضطراري للمدرب خالد تاج. بالمناسبة خالد تاج كان أهلاويا وهو الآن من أمام فريقه السابق. خالد تاج كان لاعبا في النادي الأهلي خالد بينما هو مدربا للمحرق ومن أمام فريقه السابق الآن وهو متقدم بهدفين لهدف واحد. لدينا محاولة تتخلص إلى أهاني البدراني يمرر كرة لدييغو ولكن مقطوعة تتخلص إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية من حسين بابا. رمية جانبية دييغو يلعب كرة خلفية بشكل رائع. دييغو كرة تمر إلى الأمام. محاولة ولكن فيها صافرة وخطأ لمصلحة النادي الأهلي. الخطأ على عبد الله عبدو في الكرة الماضية.
على السماهيجي يحاول تهرئة الأوضاع من خلال الكرة الماضية اللي تلعب سريعة من البدراني. لدينا 8 أو 69 دقيقة. مرت الآن تمريرة خاطئة لسالمين سريعة ولكن مقطوعة تتخلص إلى الأمام. تدخل آخر وبطاقة صفراء. فعلا كانت كرة أولى وثانية هذه المرة بطاقة صفراء حاضرة من خلال المحاولة الماضية على مهدي باقر. لاحظ تدخل أول بعد ذلك مهدي تدخل استرعت البطاقة الصفراء واضحة تماما لمصلحة مهدي عبد اللطيف وبالتالي بطاقة صفراء على مهدي باقر في المحاولة الماضية بقرار من علي السماهيجي في الكرة الماضية. 70 دقيقة الآن مضت أحبائنا الكرام من زمن شوط المباراة الثانية والمحرق لا زال يتقدم بهدفين لهدف واحد. الكرة فيها خطأ ومهدي أو هو فعلا أحمد عامر هو اللي يغادر أرضية الملعب في التدخل الماضي. كانت الكرة الماضية هو التدخل الأول لعابد وبعد ذلك الخطأ لمصلحة مهدي عبد اللطيف. كرة تتحول من حسين بابا إلى الأمام تتخلص مرة ثانية. أهلاوية في الجانب الأيمن. فرص شوط المباراة الثانية قليلة جدا بل هي نادرة. كانت أخطرها لكلايتون ليهدر من خلالها فرصة التعديل وفرصة كانت أيضا لعبد الله عبدو. تتحول الآن لسالمين يستلم الكرة يمرر بشكل خاطئ لأوتشي. مرة ثانية أهلاوية دييغو يمرر البدراني يهيئ كرة لكلايتون ماخذ لمكان كلايتون. محاولة لازالت موجودة يحاول المرور خطيرة كلايتون ينطلق والخطورة حاضرة الآن بتسديدة تتخلص إلى السيد محمد جعفر. إلى السيد محمد جعفر كرة أزعجت الجهازين الفني والإداري بالنسبة للنادي الأهلي. فعلا كرة أزعجت الجهازين الفني والإداري بالنسبة للنادي الأهلي والمطالبة بخطأ من أمام الكرة الماضية من داخل منطقة الجزاء. هذا هو كلايتون اللي واقع على أرضية الملعب. هو 72 دقيقة الآن. هذا هو عدنان كان غير راضي على اللقطة الماضية يطالب بخطأ لمصلحة كلايتون والمنزعج أيضا من قرار علي السماهيجي في الكرة الماضية. راح نشاهد الإعادة والتدخل الماضي من إبراهيم المشخص بينما الكرة واصلة عند السيد محمد جعفر. سيد محمد جعفر يحاول كرة عالية إلى الأمام رأسية تتخلص مرة ثانية. هاني البدراني يعيدها مرة ثانية لأوتشي. أوتشي كرة عالية دييغو يمرر المشخص يفقد الكرة يتخلص إلى عابد مرة ثانية. عابد يستلم كرة محاولة موجودة في الجانب الأيمن. مهدي عبد اللطيف ينطلق بكورته ولكن يفقد الكرة الماضية. مهدي كرة تتحول أهلاوية إلى الأمام ومهدي عبد اللطيف وقع على أرضية الملعب. كرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية. رمية جانبية هي لمصلحة المحرق يعيدها بعد ذلك على اعتبار أن النادي الأهلي هو اللي يلعب الكرة الماضية إلى رمية جانبية. أوكي مرة ثانية في المنتصف. شوط ثاني أقل مستوى من شوط المباراة الأول. الأهلي يبادر بالهجوم يحاول معادلة النتيجة في شوط المباراة الثاني. المحاولة الآن في المنتصف سريعة دييغو مرة ثانية أوتشي. أشاهد سيد محمود جلال يستعد إلى دخول أرضية الملعب وياهو تاريخ ياهو تاريخ يا سيد محمود. الآن الكرة عبت إلى خارج أرضية الملعب من أوتشي
إلى رمية جانبية. فعلا سيد محمود جلال هو اللي يستعد إلى دخول أرضية الملعب في الشوط الثاني من المباراة. وياهو تاريخ يا سيد محمود، ياهو تاريخ يا محمود جلال. الآن أمام الغريم التقليدي لمحرق بعد أن كان صديقا لهؤلاء اللاعبين، الآن يلعب ضد فريقه الأسبق لمحرق في هذه المباراة. كرة تتحول الآن إلى عابد، مرة ثانية علي جمال، علي جمال يستلم كرة بشكل رائع، سيد محمود جلال قطعها، تعود مرة ثانية من سيد محمود، يستلم كرته بشكل سليم، يحاول المرور، محاولة لازالت موجودة لدييغو، كلايتون يأتي في موقف تسلل. فعلا الكرة فيها راية وتسلل على كلايتون في اللقطة الماضية، لاحظ التمريرة تماما واضحة في الكرة الماضية، وبالتالي راية وتسلل، ركلة حرة غير مباشرة عند الدقيقة 75 من زمن شوط المباراة الثاني في آخر ربع ساعة من هذه المباراة. كرة عند المشخص الآن، الكرة عند المشخص، تتحول، مرة أخرى لمصلحة النادي الأهلي، هاني البدراني حرك المنتصف بشكل رائع، هاني البدراني بعد دخوله إلى أجواء هذه المباراة. والكرة تتحول الآن إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة النادي الأهلي. سريعة تتخلص للبدراني، مرة أخرى إلى رمية جانبية، تتحول إلى خارج أرضية الملعب، هدفين لهدف واحد. بالمناسبة المحرق لم ينتصر بهذه النتيجة في مباريات القسم الأول، لم يسجل هذه النتيجة هدفين لهدف واحد، بينما الأهلي من المباريات الماضية خسر بهذه النتيجة من أمام الحد بهدفين لهدف واحد. الآن لدينا محاولة أهلاوية خطيرة تسديده ولكن بعيدة عن المرمى تماما، تصل إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. هذه عادة لكرة مهدي، فعلا سدد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى عند السيد محمد جعفر. الآن السيد محمد جعفر يحاول كرة عالية، شوط ثاني مغاير تماما من ناحية الأداء بعكس شوط المباراة الأول اللي بدأ سريعا من كلا الفريقين، استطاع أن يسجل خلالها المحرك هدفين، وهدف كان لمصلحة النادي الأهلي برأسية المشخص الخاطئة في شوط المباراة الثاني. الآن وشوط المباراة الأول كرة حمراء خطيرة عدت وتعود مرة ثانية لعلي جمال، كرة علي عدت إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة النادي الأهلي. هذه الكرة مرت من أمام أحمد عابد ووصلت بعيدة عن منطقة الخطر، كرة تتخلص سالمين في أمام الكرة ولكن مقطوعة، تصل الآن إلى الجانب الأيسر، في منتصف أرضية الملعب، هاني البدراني، هاني السيد محمود جلال، مرة أخرى مجتبى، كرة مجتبى تعدي إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية، يلعب كرة ليوتشي، خلفية من أوتشي، الأهلي يحاصر المحرك تماما في منتصف ملعبه ولكن دون فاعلية على المرمى، دون فاعلية على مرمى سيد محمد جعفر في الوقت المتبقي من زمن شوط المباراة الثاني. الكرة تصل الآن خلفية، السيد محمود جلال، جلال يمرر والمحاولة لطراده، يتقدم بكورته، محاولة فيها خطورة ولكن مقطوعة من مهدي طراده.
رمية جانبية المحرك في طريقة لإجراء تغيير قادم الآن. أشاهد جاسم عياش يستعد إلى دخول أرضية الملعب بينما نريد كرة أهلاوية مقطوعة إلى الأمام. علي جمال يفقد الكرة والخطأ على مهدي باقر هو الآخر يمتلك بطاقة صفراء. سالمين يغادر الآن فعلا محمد سالمين يغادر أرضية الملعب في الشوط الثاني من المباراة ويحفز لعيبة فريقه. فعلا تنظر لوجهه تاريخ تاريخ يا سالمين يقاتل فعلا يعطي التوجيهات للقتال داخل أرضية الملعب لجاسم عياش في الوقت المتبقي من زمن شوط المباراة الثاني. كرة تتحول الآن يتلقى التحية من الجمهور الحاضر سالمين. كرة مرت الآن حسين بابا بعد ذلك في المنتصف للنادي الأهلي طرادة يحول كورته الكرة في الجانب الأيمن مجتبى يبحث له عن زميل ينطلق بكرة المحاولة لازالت موجودة إلى الأمام ولكن التمريرة خاطئة في المحاولة الماضية. تأتي الآن سريعة تتخلص بينما الخطأ لمصلحة المحرق عند عبد الوهاب علي. فعلا الخطأ عند حسين بابا يحول كرة عالية مرت أيضا من مجتبى إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو مجتبى صاحب الكرة الماضية اللي خلصها إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية 81 دقيقة حبانا كرام متابعينا في كل مكان عبر عدسات البحرية الرياضية هنا في شوط المباراة الثانية من لقاء الكلاسيكو الأهلي والمحرق أو المحرق والأهلي. هنا في هذه المباراة يتقدم من خلالها المحرق بهدفين لهدف واحد. في حالة الانتصار سيرفع رصيده المحرق إلى 16 نقطة. كرة عند السيد عباس يحول كرة عالية تتخلص عالية واصلة إلى سيد محمود جلال في منتصف أرضية الملعب إلى الأمام محاولة خطيرة لمصلحة طرادة. مهدي يفقد الكرة الماضية لعبد الوهاب عبد الوهاب علي حول الكرة إلى خارج أرضية الملعب على اعتبار أن هناك أحد لاعبي النادي الأهلي أيضا وقع على أرضية الملعب. سلامات لكي يواصل مع زملاء في الوقت المتبقي من زمن هذه المباراة ولدينا 82 دقيقة مضت الآن والنادي الأهلي يبحث عن التعديل وهذا الرجل قد يرمي بأحد أوراقها الحاضرة في الشوط الثاني من المباراة. فعلا قد يرمي بأحد الأوراق الحاضرة وقد تكون هجومية بلا شك ستكون هجومية في الشوط الثاني من هذا اللقاء. ينقل إلى خارج أرضية الملعب. هذه هي جماهير المحرق تتغنى بالتقدم بهدفين لهدف واحد وانتصار سيرفع رصيد الفريق إلى 16 نقطة في المرتبة الثانية بعد الحد ب 21 نقطة وقبل الرفاع الشرقي طبعا اللي يمتلك 14 نقطة. كرة تتحول في الجانب الأيمن الآن محاولة موجودة لمصلحة المحرق. عابد يلعب كرة خلفية إلى الأمام مقطوعة الكرة إلى أوتشي يحول كورته سريعة في الجانب الأيسر لدييغو ماخذ له مكان كرة مرتدة ولكن فيها راية فيها راية وتسلل في الكرة الماضية. فعلا الكرة فيها راية وتسلل في المحاولة الماضية. الأهلي يجري تغييره الآن كرة لازالت داخل أرضية الملعب
مجتبى يمرر للسيد محمود جلال. مجتبى مرة ثانية. سريعة. يتخلص. محاولة لا زالت موجودة. الآن البدراني يكسب على خطأ. وبطاقة صفراء قد نشاهدها فعلا. بطاقة صفراء في المحاولة الماضية. فعلا تغيير للنادي الأهلي. وشاهد نضال هو اللي ينزل إلى أرضية الملعب في التغيير الثاني. النضال إسماعيل هو التغيير الثالث لعدنان إبراهيم. خلاص ما عاد الأمور فيها أي انتظار، ما عاد الأمور فيها أي ترقب، إلا بكرة حاضرة لدييغو ضاعت إلى حارس المرمى السيد محمد جعفر. يستلم كورته بشكل سليم السيد محمد، يحول كرة عالية. 85 دقيقة وخمس دقائق على انتهاء الشوط الثاني من هذه المباراة. شوط ثاني مغاير تماما في أدائه وفي ظهور الفريقين في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. كرة تتحول الآن، تتخلص في الجانب الأيسر. هاني البدراني يمرر إلى مصلحة النادي الأهلي. خطيرة الآن في الجانب الأيسر، لا زالت موجودة، الخطورة حاضرة داخل منطقة الجزاء، والمشخص يبعدها إلى ركلة ركنية. المشخص يبعدها إلى ركلة ركنية في المحاولة الماضية. لاحظ الكرة الرائعة من انطلاقة حسين عبد الجليل، مرة الكرة الرائعة، نضال لعب له كرة عرضية خطيرة، والمشخص أبعدها إلى ركلة ركنية لمصلحة النادي الأهلي في آخر أربع دقائق من زمن المباراة. في آخر أربع دقائق من زمن هذه المباراة لدينا ركلة ركنية الآن لمصلحة النادي الأهلي. كرة ثابتة حاضرة داخل منطقة الجزاء، تتخلص إلى السيد محمد جعفر. إلى السيد محمد جعفر، يستلم كورته بشكل سليم، يلعب كرة سريعة مرتدة. جاسم عياش يفقد الكرة سريعة الآن في الطرف الأيمن. كلايتون لا تصل له الكرة من قدم مجتبى وتصل إلى رمية جانبية. دييغو، السيد محمود جلال. أوكي يمرر كرة عالية تتخلص إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية. رمية جانبية لمصلحة النادي الأهلي. تلعب سريع البحث عن العرضية من نضال، ولكن متواجد في موقع تسلل نضال. فعلا متواجد في موقع تسلل في اللقطة الماضية. ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي المحرق هناك في الجانب الأيمن. لدينا خطأ الآن عند السيد محمد جعفر، يحاول كرة عالية تعدي دائرة المنتصف، تتخلص إلى أوتشي. الأهلي يبحث عن الأوقات أو الوقت الأخير الآن عند دقيقة 88 دقيقة ودقيقتين على النهاية، والمحرق لا زال يتقدم منذ شوط المباراة الأول بهدفين لهدف واحد. دييغو يمرر وتعود مرة ثانية إلى سير محمود جلال. أوكي مرة أخرى. أوكي سير محمود جلال من طلاقة يمرر لدييغو الوحيد، يفقد الكرة. لم يظهر دييغو كثيرا في هذه المباراة. كرة تتحول لنضال مرة ثانية للأهلي. عادت مرة ثانية، المحاولة لازالت موجودة. وقوع على أرضية الملعب، حكم اللقاء يعطي الأفضلية للمحرك، والكرة مرتدة الآن. ثلاثة مدافعين من أمام مهاجمين، والخطورة حاضرة في محاولة لعابد يلعب كرة لجمال ولكن مقطوعة، تتخلص إلى الأمام. المحاولة خلفية لجاسم عياش، يعيد كرة من الخلف عبد الوهاب علي لعياش مرة ثانية. جاسم يعيدها لصالح عبد الحميد. جاسم عياش يقع على أرضية الملعب ويكسب على خطأ. فعلا يكسب على خطأ. 89 دقيقة ودقيقة على النهاية،
ونهاية الوقت الأصلي من هذه المباراة. صالح عبد الحميد عندنا التنفيذ، يحاول كرة عالية، الكرة تتخلص رأسية من عبدو، هي معاناة ولكن الكرة فيها راية وتسلل، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة النادي الأهلي. فعلا هي لمصلحة النادي الأهلي الآن. تتحول سريعة، وصل إلى منتصف أرضية الملعب. عبدو يمرر، عبد الوهاب علي، عبدو مرة أخرى، معاناة إلى الخلف لمهدي عبد اللطيف، ولكن يفقد الكرة إلى رمية جانبية دييغو لكلايتون، كرة فيها محاولة لكلايتون داخل منطقة الجزاء خطيرة، والكرة إلى ركلة مرمى، الكرة إلى ركلة مرمى، انزعاج من كلايتون. وخمس دقائق، خمس دقائق وقت بلا ضاع، هذا هو كلايتون منزعج، لا ركلة جزاء ولا ركنية يا كلايتون. فعلا خمس دقائق الآن أحبها الكرام محتسبة في الوقت بلا ضاع المقدر من حكم اللقاء علي السماهيجي في نهاية هذا اللقاء، ولا زال محرك يتقدم بهدفين لهدف واحد. الكرة عدت إلى رمية جانبية، رمية جانبية عند سيد محمود جلال، هاني البدراني يمرر لدييغو، دييغو بانطلاقة، المحاولة موجودة أهلاوية هذه المرة خطيرة، الآن تعود مرة ثانية من المشخص وتتخلص بعد ذلك بعيدة عن الخطورة في منتصف أرضية الملعب، والأهلي يحاصر المحرك تماما في منتصف ملعبه ولكن دون فعالية دون تهديد على المرمى. دييغو يمرر ولكن التسديدة تأتي ضعيفة من حسين عبد الجليل إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى لمصلحة المحرك. خمس دقائق محتسبة، هذه عادة لكرة كلايتون، كان يطالب بركنية على أقل تقدير، حكم اللقاء احتسب الكرة فيها ركلة مرمى. عند السيد محمد جعفر الآن يلعب كرة عالية تتخلص لدييغو، يستلم كرة دييغو بمحاولة يلعبها بشكل سليم، محاولة لازالت فيها خطورة، وأهلاوية تعديل النتيجة، ضاعت إلى خارج أرضية الملعب، فرصة خطيرة للنادي الأهلي كان فيها أن يعادل النتيجة في المحاولة الماضية، لازالت موجودة، الخطورة قائمة داخل منطقة الجزاء ولكن مقطوعة، أهلاوية هذه المرة فيها تسديدة بعيدة عن المرمى إلى خارج أرضية الملعب، فعلا في أخطر كرات شوط المباراة الثاني. لاحظ الكرة مرور سليم ولكن تباطأ فيها أيضا حسين عبد الجليل، وضاعت فرصة التعديل اللي تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة ناني المحرق المتقدم بهدفين لهدف واحد. لدينا دقيقتين متبقية على الوقت من الضايع المقدر بخمس دقائق الآن، كرة تتحول إلى الأمام، محاولة موجودة إلى سيد عباس، لم نشاهده كثيرا في شوط المباراة الثاني سيد عباس بفضل السيطرة الحاضرة في منتصف أرضية الملعب بالنسبة للنادي الأهلي، ولكن الفعالية لم تكن حاضرة بشكل كبير، فعلا الفعالية لم تكن حاضرة بشكل كبير، محاولة أهلاوية، الكرة مقطوعة تتحول إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة المحرق عند صالح عبد الحميد، رمية جانبية الآن عالية إلى الأمام تتخلص من أوتشي إلى رمية جانبية أخرى هذه المرة لمصلحة المحرق. فعلا شوط ثاني مغاير تماما في الأداء، مغاير تماما في الفاعلية الهجومية لكل الفريقين، الهدوء خيم على شوط المباراة الثاني بشكل أكبر من كلا الفريقين. كرة تتحول، الفرص قليلة جدا، والمحاولة تصل الآن إلى الجهة اليسرى،
لمصلحة النار الأهلي، تأتي سريعة تتخلص إلى خارج أرضية الملعب. دقيقة هي الوقت المتبقي من زمن شوط المباراة الثاني بالوقت من الأضاعة المقدر بخمس دقائق، دقيقة تماما الآن. كرة تتهيأ، المحاولة موجودة، شكل خاطئ في التمرير والمحاولة تأتي في الجانب الأيمن للمحرك، سريعة إلى الأمام واصلة لوتشي اللي سيلعب كرة طويلة بلا شك لكسب الوقت القادم الآن في الشوط الثاني من المباراة. فعلا كرة طويلة إلى الأمام، عندك لايتون كورتة مقطوعة، امسك كورة عياش لعبدو، يحول كورتة لجاسم سيد محمود جلال، الكرة سريعة لهاني البدراني خطيرة الآن، مهدي يبعدها وتتخلص لجاسم، تتحول بعد ذلك لوتشي من ثم لمصلحة النار الأهلي. عابد لوتشي، تغطية سريعة مرتدة لعبدو، المحاولة خطيرة، ثلاثة من أمام مدافعين، كرة للمحرك في نهاية شوط المباراة الثانية، الكرة مقطوعة في الجانب الأيسر. سريعة الآن في الثواني الأخيرة، كرة تتخلص إلى الأمام لمصلحة النار الأهلي، سريعة داخل منطقة الجزاء لدييغو المشخص يبعدها وتتحول بعد ذلك لمصلحة المحرك، هي مرتدة إلى الأمام لعبدو، يستلم كورتها بشكل سليم، ولكن حكم اللقاء حبايبنا الكرام علي السماهيجي يطلق صافرة نهاية شوط المباراة الثانية، وهذه المباراة بانتصار للمحرق بهدفين مقابل هدف واحد، وبهذا الانتصار المحرق يرفع رصيده إلى 16 نقطة، يتمسك بالمرتبة الثانية خلف الحد ب 21 نقطة. طبعا المحرق سجل هذا الانتصار بفضل هدفي اللاعب علي جمال في بداية شوط المباراة الثانية.